دسته إليه في عنب رازقي قدمته له بأبي وأمي، فلما تناوله وسر السم في بدنه والتهب في أحشائه وأحس بحرارته وبدأ يتألم، التفتت صارت تبكي كأنما أخذها الندم. التفت إلي الإمام سلام الله عليه: الآن تبكين؟ الآن تبكين متندمة؟ والله ليضربنك الله ببلاء لا ينجبر وداء لا ينستر. والفعل فأصيبت في موفي أغمض المواضع من بدنها بداء لم يوجد له علاج، وصلت إلى حال أن تتسول حتى تعالج نفسها وما نفعها ذلك، إلى أن ماتت لعنة الله عليها. أما الإمام سلام الله عليه في حاله تلك يقولون: التفت إليها: أما إذا سقيتيني السوم فاسقيني جرعة ماء. يريد أن يخفف عن ببرودة الماء عن أحشائه حرارة ذلك السوم. يقولون: فلم تسمع منه كلمة وخرجت عنه وأغلقت الباب عليه وتركته يعاني حرارة ذلك السم لوحده يوما وليلة ما طال مقامه بأبي وأمي. قيل صعد إلى سطح داره لما أحس بدنو أجله بأبي وأمي، حتى إذا دنت منه ساعة الوفاة بأبي وأمي وجه وجهه إلى القبلة وأخذ يقرأ القرآن: هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه، ثم فاضت روحه المقدسة: أنا مناد وإماما وسيدا وغريبا ومسموما يا ويل سمه الطاغي وقطعت كبده سموما وعلى اليريد تساعدي ذيك المشومة نازح بعيد الدار عن عزوته وقامايا قلبه من فراق الأهيال والسم مجروح ويلي ظل بالسطح يومين والثالث بلمهاد مطروح ابو الهادي وطيب غمر بغداد ظل بالعرى وين العشيرة ويل الأمجاد وين الذي الأرض المدينة بهمته يروح يوصل القبر المصطفى ويسجب العبرة ينعى الجواد ويهل دايم عافوك قبرة ينتحب ويعرج على روضة الزهرة قلها: يا زهرة مهجتيك بالشمس مطروح
يقولون أن اللعين المعتصم أمر جلاوزته في بعض ما يروى أن يصعدوا إلى سطح الدار ويلقوا بجسد الإمام من أعلى السطح إلى الأرض. أيوا إماما وسيدا، ثم منع الناس أن يقتربوا منه لتجهيزه، بقي على حاله ذاك مدة 3 أيام حتى اجتمع الشيعة من كل حدب وصوب وبلغوا 150,000 لبسوا بأجمعهم الأكفان وتقلدوا السيوف وقالوا كلمة واحدة: لئن سمح لنا بتجهيز إمامنا وإلا متنا بأجمعنا دونه. فلما رأى المعتصم ذلك نادى بجلاوزته: دعوه لهم وما يريدون. فأقبلوا بأجمعهم في صرخة وصياح وإماما، وقاموا بتجهيزه وتشيعه. مات الطهر يار واخفوا على الشيعة أخبارا، يدرون ما حد ينتظر يطلب بثارا، يظل بالشمس والناس كلها في انتظارا، والمسك الاذفر فاح من نسل الامينة، ونادى المنادي والخلق فرت بلا شعور، وبغداد من كثر الصوايح رادت تمور، شالوا سرير ابن الرسول بلطم الصدور، عجده الكاظي وبضج مشيعين، شال الجنازة والخلق ضجت الصبايا، طلعت رجاجيل ونسايا تصفق الجفين، راح الجواد وطاح سور الهاشميين، أويل بديار غربة وكل هلا ما يحضرون، أويل والقبور مطروح الجسور، جابوا حفيدة خلوه يما وصارت الضجة شديدة، الهادي اجاه ونزل بالقبر بيدايا، ورابوه بحفرتي ورد للمدينة. العزاء هناك عند سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، يا أعظم الله لك الأجر مولاتي يا فاطمة، ويلي الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارة، وشفتيها بعينك، والسبب كل من الذي سقط ورث علينا الهضم والحسرات والنوح، ويل واحد 3 أيام فوق السطح خلاه
واحد على حمامي فوق الجسر ذبه يا الله وام غريب الغاضري بخيل داسه وحسينا ما غسلوه ولا لفوه بكفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عار.